نايضة المشاهدين، نايضة ديال بصح، نايضة ما بين شنيتيكا والسريعة. شنيتيكا نتفت السريعة اليوم، حيحت عليها قالت لها جمعي شطايطك ما تباتيش هنايا، وجه النحس وجه الويل. من نهار اللي حطيتي رجلك في هاد الدار وحنا اللور اللور، ولادي مشو صيفتي من سويسرا، البنت هاي ضيعة، شردتينا الله يشردك يا المنحوسة، والديك سمحوا فيك وتبراو منك، جايين هنا دايرة ليا المشاكل. نايضة نايضة الرقاط المشاهدين، نايضة نايضة. السلام عليكم المشاهدين الأعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتمام الصحة والعافية لنتوما للناس العزاز عليكم. كنتمنى المهم الخوت الخواتات كثروا اللايكات ديالكم والتعاليق والبارطاج إلى جات على خاطركم، واللي ما دايرش أبوني يتأبونا في القناة. قبل ما ندوز لشنيتيكا والسريعة عندي لكم واحد الطلب المشاهدين الأعزاء، اليوم صدتكم المقصود الله، اليوم جيت ندير الصينية، الصينية لبنت بوكريشة. عاونوا بنت بوكريشه باش تمشي للمول، عاونوا بنت بوكريشه راه ما عندهاش مسكينه باش تمشي للدور وتسارى، عاونوها باش دير محامي لبوكريشه راه ما عندهاش عندها على الفلوس باش تمشي للي مارك وباش تمشي للمول في كازا وتشري وتسارى، راه ما عندهاش. المشاهدين انا جيت نتضامن مع القنوات اللي كيديروا الصينيه لبنت بوكريشه، عاونوها باش مسخاكم الله، باش مسخاكم الله. مولا 4000، مولا 6000، مولا 2000، مولا مليون، واخا راه سمعت كاين شي محسنين كيتهضروا الدقه صحيحه النيت عبد الخمسه بسته. عاونوا بنت بوكريشه، الله يا المحسنين، عاونوا بنت بوكريشه ربيها في سويسرا، عاونوها باش دير محامي راه كتشدها 10 مليون في الشهر، 10 مليون في غتبان ليها، واه مسكينه يلاه تخرج يلاه تسير يلاه تاكل تاكوس تاكل تاكوس تاكل هادي تاكل هادي منا منين؟ يلاه تشد تيجي بالكازا يلاه تسافر تشري نضاره 3000 درهم. ايوا نتوما ما فيها باس، كتفيقوا في السرويه وكتمشيو تخدموا مع الخمسه الصباح ومغربين على بلادكم باش ديروا علاش ترجعوا؟ اش بغيتوا علاش ترجعوا؟ حتى بنت بوكريشه تبرع بهم مسكينه، عاونوها على الله. هذا اليوم قصدتكم بالصينيه، والصينيه يا عينيه، عاونوا بنت بوكريشه على الله يا المحسنين. هادي هو فين؟ اقول يا اصحاب القنوات اللي درتوا الصينيه، واش حسيتوا بالقالب ولا ما حسيتوش به؟ والمحسنات اللي صيفطتو لبنت بوكريشه باش دير المحامي وقالت لكم في اللايف ما عنديش. يا اليوم في كازا كتمرح مع راسها في المول، انا عارف اللي مارك ديال المول شحال كيديروا، ها النضاضر شحال ساويين، ها التيشيرتات هادي، وبقات لك في الفرنسي والانجلي. شوفوا بنت الخريريز، بنت المفير كاع ديوتي ولا تقدر بالفرنسي والانجلي كي دي جوني. شوف شي اللغه الفرنسيه خاصها دير بك شكايه، بهدلتي ديك اللغه الفرنسيه وتعديتي عليها و ان دو تروا لا لا سانسور تجدك يا بنت بوكريشه، وراك كتبقاي بنت سعاد وبنت المفرقع، طيري وتنزلي. او تي السيده مابقاش باغا تحطها من الارض، السيده باغا تصحاب راسها مع شكون هي شاكيره ولا هي نانسي عجرم ولا هي مع تكمشي يا بنتي، سيري تكمشي على الشيطان وسيري على قدك، باغا تعيشي واحد النيفو اللي كبير عليك بزاف. وشي ديك السيده اللي كتعاندي معاها هذيك راه عندها جنسيه فرنسيه وبدارها بفيلتها بطوفيلتها بخيرها، عرفتك مع من كتعاندي؟ المرة الجاية غنصرح لك شكون هي وغنطلع لك بالدليل. واللي دارتها واحد السيدة كديرها بنت المفارقع باغا تطير من ديك السيدة كتنقل منها. والاخرين يا باش تعرفوا راسكم جاهلا دير لي الصينية حقا ما عندهمش، وفينا بوكريشة وتباكي ويباها ما مسوقاش لي، باها ما عقلتش عليه. انا يكون الله يستر شي واحد من عائلتي غير من عائلتي بحال هكا ما تعطينيش الخاطر نمشي للنشاط، وهذه حنا عارف معروفه عندنا المغاربه كتكون عندنا شي حالات ولا شي حاجه حزينه ما كنقدروش نفرحوا. كاين الله يستر لك عرس على قدهم اورغانيزي ومدير عاطل عارفون كيتانينا كلشي الا وقعت شي حاجه في العائله، معروفه عندنا في المغاربه. هذه باها في الحبس ومازال ما عرفاش المصير، مازال ما تحكم ما والو، عاد في القضاء راه مسجون وهذه والو، السيده خارجه كتبرع مع راسها في المول. والاخرين قالت لكم احسن سمشتكم، والله الا سمشتكم كتسعى وتطلبوا ليها، وكاين شي محسنات قال لك كيصيفطوا ويبكيو، ونهار شي البكا اللي بكيتوا على بوكريشه نتوما مو ما بكاتش عليك البكا، وشنيتي كان مشي انت ما بكاتوش، عبلو ما بكاش، البنت صغيره ما بكاتوش، عسره من الاسره هذيك صافي قطع الوراق، هذيك كانت باغا عام تمشي لسويسرا باغا تهنى منه، انا عارفه ديوتي ما كيغيرش عليها معترفه به، السيد عايش الحياه السعيده. شوفي والله الا عبرتي عليهم، عبرتي على المحسنات المجملات. شوفي بين راه كدوزي فيه، سيري خدي واحد الطوموبيل تكون دوبل في، فلوس المحسنات، فلوس اللي ما عندهم ما يدار، فلوس الشيطان عليهم. خرجي في اللايف قول لهم ما عنديش، خليهم يصيفطوا، خلي الكوانب ضحكي على الكوانب، قال لك اللي لقى على ما يضحك وما ضحكش
شماتها عبرتي عليهم، والله الا عبرتي نصبي عليهم كيما بغيتي، هذا النصب بطريقه احترافيه. خليهم يصيفطوا ضد في الناموسه، يا كيصيفطوا ضد في السعاد خليهم يصيفطوا لك ضد في الناموسه يصيفطوا لك. اودي اودي نشجعوا وحدة لعقوق الوالدين. خرج شوف واحد العصر كنعيشوا فيه دابا، واحد الجيل لا حول ولا قوه الا بالله. خرج كون عاق كون مسخوط الوالدين يصيفطوا لك وندعموك، خاصك تكون مسخوط تضرب في موك وباك يكون متهم بزنا المحاريم وخرج مشاكلك ونتعاطفوا معاك، يعني كتشجعوا على السخط وعلى عقوق الوالدين. اودي اودي وتلقى هذو اللي كيصيفطوا ليها، والله القسم اخوتي نحلف لكم عليها، الا ضروري ما تلقى شي واحد في عائلتهم يا اما مريض كيعاني من شي مرض الله يشافيه، يا اما فقير ما عندوش مسكين باش يعيد، يا اما ضروري شي واحد محتاج من العائله. ما كاينش شي عائله كامله برجوازيه، راه يستحيل والله ما يعقلوا عليه. وبنت المفارقه اللي كتدخل بزاف ديال الفلوس وكتسيرها في المول وكتدور مع راسها وكتضرب لك، هذيك نصيفطوا ليها. والموسيقى تصوروا الدقه المراكشيه وهي كتشطاح ما مسوقاش ديك البكريشه. اودي اودي كيت اللي جات فيه، قال لك كيت اللي جات فيه وما يحس بالمزود عليه مخبوط به. بكريشه مسكين مختفي في الركنه، كان بكريشه جامعهم، مشى بكريشه كون فين هي ماما السريعه؟ فين السريعه اللي قلتي البنت كتخرج بالشواري وكتدخل بالشواري بالساروت وتدخل بالساروت؟ واش تعطي على الديعه ها قنايط راه الرباط ها واتزم ها حد السوالم، بقات السيده كتحط لها ومعاها شوفي اوطيل ايبيز ديال المعارف كازا. انا بغيت نحط لك التصايرات، راه الاوطيل اللي نازله فيه تي نازل فيه شي وحدين من المعارف ديالي، وتحيه لجنود الخفاء اللي كيجيبون الاخبار. الحمد لله تشهرنا والناس كيعرفونا في كل مكان. الله يدوب معنا ربي سويعه. ايوا تشنيتي كان نوضت مع السريعه اخوتي نايدا صبارنا بين شنيتيكا والسهي عاديك العائله الله يستر تفركتت وتشوهت. ذنوب 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 ودعاوي المهمات اللي كيضل يدعيو فيهم. الناس كتجيب دعاوي الخير وما كيدعيو دعاوي الشر، كلشي كيدعي فيهم الله يستر. تشوهو تفركتو بكريشه في الحبس، السريعه ولات منوضه مع شنيتيكا تصورو. والله القاسم الى الهضره كاينه، الى السريعه كتشك على الناس في الخاص كتقول لي معيشه العذاب انا معذبه. يا معذبين سرك شي اللي رضى بالدل سرو، هذا زواج الدل وسخط الوالدين. انت مسخوطه وربي جزاك. السريعه العاقه هي شوف ما تغرقوش المظاهر، انا كنخرج هنا هذه الصوره اللي كتعطي وقال لك مؤثره، هذه مؤثره اللي غتاثر بك البنات يشوفوا بناتي وقت ما يبقاوش كاع يقراو مابقاوش كاع يتسوقوا على الشرف ولا تدي ذكري نمشي نفسد انا ونمشي نضرب في المهم نمشي ندير مقابل الفلوس. كتشجعوا على عقوق الوالدين. ايوا شتي شليتيكا وقفتي على الهضره ديالنا ملي قلنا لك السريعه جايه باش تدمر هاد العائله، دابا تولي تقول لها ايوا بنيتي هاد النحس ما عرفتو منين جانا، ما كانش عندنا هادشي شحال هادي وما عرفتيش منين. اشوفي والنحس ديال السريعه راه مالي قليله بخور للدون، واخا تجيبي فقيه تسكني معاك تما، واخا تجيبي فقيه تسكني في الدار تما شني هاديك السريعه راه منحوسه، راه العائله اللي دخلت لها كيمشيو للحبس. وتاتي شنيتي كعرضي بالك وجمعي موزيطك وجمعي شويه الخليع وجميع واخا ضلي تبخري ديرها ميسد سد فيها لا بخور لا سيدي زكريا، ماشي السعاد اللي تتبخري لها مسكينه سطيتيها، سعاد عهبيله هادي راه لا هادي راه الله يستر فيها شي تابعه قديمه مخطيه شي سحور قديم. لطيف لطيف ودعاوي الوالدين يلا. يا بارده بارده واللي محماها تقطع يدوق، الله يقرب لها الله يقرب لها ورينا في يا ربي ورينا الحق ديال سعاد، هادشي اللي بغينا. حنا ما بغينا حتى شي واحد الشر وما كنتمنى حتى شي واحد الشر، ولكن اللي دار الذنب يستاهل العقوبه، واللي دار شي حاجه قال لك باش قتلتي باش تموت. اييه تبعت السعاد غادي تسطيوها قصات تقاتي، قال لي هي مولات العقل كتخدم داكشي قانوني، نتوما اللي غادي كتبهدلوا الله يستر وكتشتوا واحد بواحد وهاد العائله، وربي النهايه ديالكم قربات والوصلات النهايه ديالكم. باش تعود عايش العذاب والصداع منا والمشاكل منا والنادم كيضعيفك راه صعيب. الله ينعلفو هاد الفلوس اللي غيجيبو لي انا هاد الدل وهاد العار، نعود ما قادش نخرج. كيعاودو لي شي ناس شافو بنت المفارقع تما في كازا، والله الا الناس كيشوفو فيها كيهضرو عليها بالخيب، مكاينش اللي يقولها فيها زوينه لا مسخوطه، عاق عاقة الوالدين. شناهي عقوق الوالدين؟ اللي شافك كلشي كرهك، كتكون مكتوبه لك الكر في وجهك الله يستر. الله كيكره الناس فيك انك عاقه ومسخوطه، وتبقى ديما مسخوطه يا مسيخيطه وهكا ديما موتي يا مسيميمه. تحياتي لكم المشاهدين الاعزاء،
ما تنسوش ديال اللايكات ديالكم والتعاليق والبارطاج الى جات لخاطركم. الى فيديو قادم ان شاء الله. تحياتي لكم.